أحيانا نحن عندنا مداخلة أيوة. هاتفية من صديق عزيز عليك، بتعرفه أكيد من صوته. يا هلا فيك فناننا القدير، ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو خالد. يا هلا، حيا الله أبو عبد الله. ما يحتاج أبو خالد. هذه الساعة المباركة والله، لما قالوا لي اليوم أنت بتتداخل مع وعبد الله، قلت الله وعبد الله أصلا هذه إحنا ما افترقنا، يعني إحنا الله يسلمك ويسلم المشاهدين الكرام، يعني من 50 سنة لهم أكثر مع بعض، نحب بعض، نسير على بعض، عوائلنا مع بعض. زي الحين وأنا لما رجعت البحرين يصبح بي وصبح بي، يمسي بي ومسي بي، أعطي أخباري يعطيني أخباره، يزورون في البحرين يزورهم في الإمارات وهكذا. يعطيك الصحة والعافية. الله يخليكم لبعض إن شاء الله. آمين جميعا. تسلم أبو خالد. طبعا الفنان القدير محمد ياسين، يعني أودي أنك تقول شيء لفنان أحمد هني، وخبرنا بعد عن كواليس العمل وموقف مثلا إذا كان في معين جمع بينكم ولين حين في بالك في مسلسل شحفان. الله يسلمك، يعني أحمد منقوش الفنان المتكامل، نية حق التمثيل ما شاء الله عليه، ممثل لدرجة أولى، وخاصة في الأشياء الكوميدية المحلية بالذات. أحمد منقوش مخرج أنا أعتبر درجة أولى، لأن أخرج شحفان وغير شحفان والعين والغوص وغيره وغيره، وكان هو مدير وحدة الإنتاج في تلفزيون أبو ظبي. نعم. وكان يعني في ذاك الوقت على أيام اللي كنت حتى أنا كنت أشارك معهم في المسلسلات المصرية والمسلسلات الأردنية والبدوية والسورية والخليجية، والنوع النوع، وكان نشيط ما شاء الله عليه. أحمد منقوش هذه ما في اثنين منه، على ما أعتقد على من أيامه إلى الحين، واللي يعني زايد نشاطه واللي زايد في حلاوة أحمد منقوش إنه إنسان مخلص. ما عليك زود، ما عليك زود. إي والله مخلص يا أبو عبد الله. خل أنا لا تحاكيني ولا حاكيك أحمد، خل أقول اللي في قلبي. أقول. بس قوله بشكل سريع، عاد نبغي توصل الكلمة من القلب للقلب بكلمتين. من القلب. إي والله الله يسلمك. شوي من سوالف احمد منقوش وقفشاته على ما يقولون، سوى مقلب فيني في 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 بطبر في شحفان، وانا ما ادري اتفقت مع شحفان ومع محمد الجناحي انهم يطرون كندورتي، وانا ما ادري. وفي التصوير لان قالوا لي اذا انت يا شحفان طريت كندوره بطبر تحصل كندوره جديده، واذا طريت اذا اضطريت كندورتك بتحصل كندوره جديده، واضطريت كندوره بطبر بتحصل 25 ربيه. اها. وانا ما ادري والله، غافل لك الله. وقام والله يضحك ويضحك الا ماسكني ويطر كندورتي وفوق تحت. اول ما اتكلم لك عقب سكت، قلت اكيد هذه يعني مقلب مسوينه، لكن الحمد لله رب العالمين عشت مع الجماعه في احسن صوره. جميل جميل. واحنا كنا سابقين كل اللي يعني حتى الامارات. الله يسعدكم يا رب، ذكريات جميله جمعتكم. الدراما يعني. يعطيك الصحه والعافيه الفنان القدير محمد ياسين، شكرا على وقتك معانا بابا ياسين، ونتمنى لك اكيد التوفيق والنجاح، وان شاء الله المرات الجايه تكون ويانا في الاستديو. بنكون عقب اسبوع بكون عندكم ان شاء الله باذن الله. باذن الله. يعطيك الصحه والعافيه، حياك الله ويانا. يلا.